ام دبليو اظهروا لنا في المعرض السنه دي عربيتين جداد، واحده طبعا هي 3 سيريز الجي تي، والثانيه هي ال2 سيريز الجديده. زي ما 3 سيريز الكوبيه الجديده بقى اسمها 4 سيريز، ال1 سيريز كوبيه اللي هي المفروض هي العربيه دي بقى اسمها 2 سيريز. بس الفرق ان بي ام دبليو ما غيروش الاسم بس، عملوا ديفرنشيشن كمان في الشكل من بره. يعني ال1 سيريز كوبيه زمان كانت واخده نفس الشكل بتاع ال1 سيريز الهاتش باك، لكن العربيه دي مختلفه، شكلها ميني 3 سيريز اكتر، وده اللي خلاها تعمل فيدباك احسن بره. ده حاجه. الحاجه الثانيه طبعا ان هي تقدروا تقول عليها يعني باك تو بيسكس بي ام دبليو. العربيه بتفكرنا بالعربيات البي ام دبليو بتاعت زمان الصغيره الاي 36 الرينجز دي. العربيه برضو رير ويل درايف، والبروبورشنز بتاعتها مديه احساس الرير ويل درايف جامد جدا. بتنزل بره بكذا انجن، بس الموديل المعروض هنا هو 320 نازل 2000 سي سي 184 هورس باور تيربو، والعربيه ثمنها 30000 يورو فري زون. بي ام دبليو بيشوفوا الفيدباك بتاع العربيه يعني عامل ازاي مع الناس، لكن ما اعتقدش ان في نيه ان العربيه دي تبقى موجوده في الرينج بتاع بي ام دبليو بتتباع هنا. بي ام دبليو السنه دي بتورينا في المعرض النسخه الثالثه من بي ام دبليو الاكس 5 الجديده، والعربيه دي تعتبر في السيجمنت بتاع العربيات الاس يو فيز من اهم العربيات اللي بتبقى في السوق. العربيه كالعاده زي بقيه العربيات في المعرض كلها الدايمنشنز بتاعتها كبرت برده وبقت اوسع وبقت اطول وبقت اعرض، بس الديزاين ثيم بتاعها خد نفس الفرونت فيشيا بتاع ال 3 سيريز الجديده، يعني الفوانيس بقت لازقه في الكيدني جريلز زي 3 سيريز. العربيه الشاسي بتاعها بقى معمول من كومبوننتس خلى العربيه اخف بحوالي 90 كيلو من الموديل اللي قبله. والموديل المعروض ده هو الاكس 5 ال 50، معروض بموتور 4.4 V8 توين تيربو 450 هورس باور.